مين؟ مين؟ عايزة مني ايه؟ الصحة ان اموتك، عقلي جالي اجيب مية نار وارميها في وشك عشان كل ما تبص في المراية تتفزعي، عقلي جلي اشوف سكين واطلع ولدك من بطنك وقطعه حتت كيف ما عملتي. انت مجنونة ولا ايه؟ انا ممكن اصوت واخلي عمي يطلع يعرف انت عايزة تعملي ايه في حفيده. ما تخافيش، انا مش هعمل لك حاجة لانك ما تسويش. خلاص ولدي راح عند اللي خلقه، واللي في بطنك دي قبل ما يكون ولدك يبقى ولد اخوي، وانا يستحيل اعمل زيك. انا قلت ان انا اللي وجعت، انا اللي اتكعبلت، وانت مالكيش ذنب، بالعكس حاولتي تمسكيني بس ما عرفتيش. مش هقتل ولدك يا ريتال، ولا هفكر ان اعمل زيك. عارفه ليه؟ عشان اللي في بطنك ده انا ابقى عمته، وعندي اغلى من روحي. اللي في بطنك ده اللي هيكبر ويعمل عيله ويحافظ على بيت عبد الحكيم واسمه. أنا جوايا نار، مش طايقة أشوفك، نفسي أولع فيك دلوك، نفسي ما يبقى الكيش وجود أصلاً. بس للأسف اللي في بطنك ده أهم مني ومنك. وده من امتى بقى يا شمس ان شاء الله؟ من بعد ما قتلت ابني. امشي من البيت يا ريتال واكسر الشر، خدي جوزك وولدك وبعد بعيد. انا مش طايقه اشوفك، انا مش ضامنه نفسي اكتر من كده، انا مش عارفه كيف ربنا مصبرني ومديني الجهون يقف واتكلم معاكي. امشي يا ريتال، بعد عن عيني يا ريتال، ويا ريت يكون النهارده قبل بكره.